السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة عن نفوق كميات كبيرة من الأسماك أثر تسمم مياه المصب العام في الديوانية. وذكرت الوزارة في بيان إن مجموعة من المخربين قاموا برمي السموم في عمود المصب العام بين محافظة الديوانية وواسط، ما أدى إلى نفوق كميات من الأسماك، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل كوادر بحيرة الدلمج لمنع دخول السموم إلى البحيرة لحماية الثروة السمكية من الهلاك. ودعت الوزارة قوة حماية بحيرة الدلمج بضرورة تسيير دوريات بشكل مستمر لمتابعة ومراقبة المتسللين والمخربين لمنع حدوث هكذا حالات مستقبلا.